السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ يا رب الكل يكون بخير وصحة وسلامة. اليوم الموضوع شوية مختلف. اليوم رح نشوف الفروقات بين العيشة بين كندا وأمريكا. طبعا أنا بهذا الفيديو رح أحاول أحكي الفروقات من حيث تكلفة المعيشة، من حيث المواطنين بالشعب الكندي والشعب الأمريكي. رح أحكي عن هواية في تفاصيل، يعني عن هنا وهناك الناس اللاجئين. أكثر شيء رح أحكي عن اللاجئين. أول شيء قبل ما نتطرق لأي موضوع، أحب أنوه عن شغلة، أن $100 أمريكي هو $130 كندي تقريبا، يعني يتراوح 127-129-130 هيك تقريبا. اوكي، اول شيء راح نحكي عن اللاجئين من يوصلون الامريكا او يوصلون الكندا. بكندا اللاجئ ياخذ تقريبا من 670 الى 690 هيك شيء. طبعا الفلوس كلها ينطوها كاش، يعني كل شهر $670، والمتزوجين ياخذون 1200 اذا مثلا اثنين متزوجين. هاي للاجئين. طبعا المهاجرين، طبعا احنا نعرف ان المهاجر لازم يجي على حسابه اي طريقه، داخل بيها الدراسه، داخل اكسبرس انتري، داخل اي طريقه الكندا، هو لازم يصرف على نفسه. اللاجئ هو الوحيد اللي له راتب بكندا، فراتب اللاجئ بكندا ياخذ $670 لمده سنه واحده، بس اول سنه وبعدين يعتمد على نفسه. اما بامريكا فالمساعدات تختلف، تقريبا تجي $600 متفرعه، يعني ينطوكم اول شيء $200 هو هذا مال مثلا مال اجار يقولوا لكم، وبعدين ينطوكم $200 يقول لكم هذا كارت، عباره عن كارت، هذا الكارت تروحون تاخذون بيه اكل، يعني ما ينطوكم اياها كاش، ينطوكم اياها كارت. وال $200 الباقية مال أجار، يعني $200 كاش و$200 كارت و$200 ينطوكم إياها للأجار، فتكون متفرعة وتكون تستمر من 6 أشهر إلى 8 أشهر حسب الحالة، يعني حسب أنتم شنو حالتكم. إذا أنتم محتاجين مساعدة أكثر فيمددوها من 6 أشهر إلى 8 أشهر. الطفل بكندا، الطفل بكندا ياخذ من $500 إلى $600، هذا البنفيت مال الطفل. اما الطفل بامريكا ياخذ من $100 إلى $150 لحد ما اثنيناتهم، طبعا الدولتين لحد ما يصير عمرهم 18 سنه، بس يصير 18 سنه بعد ما ينطوا راتب، يتحول من هذا الراتب للراتب الثاني. يعني مثلا هسه تقولوا لي مثلا انا اجيت عمري 18 سنه ايش قد اخذ؟ لا، انت اذا اجيت عمرك 18 سنه لكندا كلاجئ تاخذ $680-$650، من تكون بامريكا تاخذ $600 متفرعه مثل ما قلنا، كارت واجار وكاش، يعني تتفرق الثلاثه. اما هنا بكندا لا، كلها كاش ينطوكم اياها. تكلفه المعيشه، طبعا انا راح احاول اخذ ارخص شيء موجود بالدولتين، يعني احنا البرتا من المقاطعات الكلش رخيصه هنا بكندا، فاحنا هنا تقريبا تكلفه المعيشه تتراوح عندنا للشخص الواحد، يعني خلينا نقول من $1000 إلى $1500 كندي. بأمريكا بأرخص ولاية بأمريكا هم تتراوح تقريبا من $1000 إلى $1500 أمريكي للشخص الواحد بأرخص شيء، يعني أنا أخذت الأرخص أماكن ودا أحكي لكم عنها، الغالية أنا ما عندي أي معرفة بيها. الدراسة المدرسية، الدراسة المدرسية مجانا بالدولتين، يعني المدارس ما تدفعون عليها شيء. بعدين اللغة، أول ما تجون الكندا أهم، يعني أنا حاجة عن اللغة دائما أقول لكم إن اللغة بكندا كلها فري. اللغة المدارس بالبداية بأمريكا هم يعني كلها فري. الدولة الكندية هنا أنا بعد ما تخلصون دراسة المدرسة تحولون على ESL. ESL هنا أنا الدولة تعطيكم فلوسها، طبعا لازم تحجزون مقعد حتى الدولة تعطيكم فلوسها، فتكون مثلا 850 هيك شيء تقريبا تدفعون على الكورس الواحد اللي هو أو 3 أشهر تدفعون $850. بأمريكا أغلى، بأمريكا تقريبا $3000 يعني الدراسة للكورس الواحد. فإذا أنتوا تاخذون كورسين، طبعا أنتوا بأمريكا لكم كورسين تقدرون تاخذون، أما هنا لا مفتوح لكم. بأمريكا لازم تدفعون تقريبا 6500 إذا تريدون تدرسون مال سنتين، طبعا الدولة هي تعطيكم إياها. إذا تريدون تكملون بعد لازم أنتوا تدفعون لنفسكم بعد. هنا بكندا ماكو هيك شيء، أي واحد يحاول يدرس ESL ممكن يسحب فلوس من الدولة، الدولة هي تدعمه وهي تساعده بالدراسة بأي شيء باللغة. التأمين الصحي كله بلاش بأمريكا أول سنة،
بأمريكا كله بلاش بس أول سنة، بعدين وراها لا يصير كله بفلوس. يعني تدخلون إذا دخلتوا دكتور تدفعون فلوس، إذا سويتوا أشعة تدفعون فلوس، إذا تاخذون دواء يعني لازم فلوس، كله فلوس، كله بفلوس، ما عندهم شيء ببلاش. بكندا هذا الشيء الحلو عندنا، إيش ما تسوون أنتوا بكندا كله بلاش، أبد ما تدفعون فلوس. طبون دكتور لا سمح الله، تسوون أشعة، سونار، أي شيء أي شيء عندكم، يعني حتى عمليات هنا تسووها ببلاش، كلها ببلاش، الدولة هي بتكفل بكل مصاريفكم. بس أمريكا لا، لازم تدفعون فلوسها. إحنا هنا بس العلاج، يعني مثلا بس الأدوية، إذا أنتم ما عندكم تأمين صحي بس الأدوية هي اللي لازم تدفعون فلوسها، ها إذا ما عندكم إنشورنز، بس الأدوية. أما بأمريكا كل شيء لازم تدفعون فلوسه، بس طبعا ما يقيدوكم، يعني أنتم مثلا تدخلون للدكتور يقولكم كيفكم، إيش قد ما تريدون تدفعون تدفعون، هاي حسب ما وصلني، يعني مثلا تدفعون 20 دولار تدفعون 30 دولار حسب الـ حسب الولاية اللي قالوا لي إنه هيك يصرفون بيها. غير ولايات بأمريكا ما أعرف إذا كان القانون عندهم مختلف، فأني إذا أي واحد يتابعني من أمريكا يحاول يصحح المعلومات، لأنه أنا أخذتها من شخص واحد، فأني ما أعرف كل أمريكا، أنا بس دا أقارن ولاية واحدة بمقاطعة واحدة هنا، فأني ما أعرف كل مقاطعات كندا ولا أعرف كل ولايات أمريكا، تمام؟ التاكس بتكساس، بتكساس التاكس يدفعون 8.25، 8.25 التاكس الضرائب، هنا إحنا ندفع 5، هي أقل مقاطعة بكندا، إحنا البرتا ندفع 5% فقط، أما بتكساس يدفعون 8.25%، يعني تعتبر قليل. غير مقاطعات هنا عندنا تكون يعني 15 يدفعون بالمية، أكو مقاطعات أقل، يعني تتراوح، بس أقل مقاطعة عندنا هي ألبرتا بالتاكس بالضرائب. يعني إذا نجي على العمل، العمل أقل شيء 10 دولار، وكلش هواي متوفر هنا، متوفر زين، يعني مو كلش هاي كلش يعني متوفر، ويدفعون أقل شيء 15 قانونيا، يعني ممنوع أي أحد يعطيكم أقل من 15 دولار بالساعة، بس هناك 10 دولارات بالساعة. أسعار البيوت والأجارات، أسعار البيوت والأجارات بأمريكا تراوح تقريبا من 100 إلى 1,000,000، من 100,000 إلى 1,000,000، هاي هناك البيوت هيجي حسب البيت، يعني مثلا البيت إذا كان مثلا بيت بثلاث غرف، ثلاث غرف وصالة وحمامين مثلا ومطبخ، هاي تراوح من 200 إلى 250، وبيوت حديثة تكون يعني كلش يعني كلش حلوة زين. هنا لا، هنا أغلى، يعني هنا سعر البيت إذا مثلا ما كان كلش واو عادي البيت، يعني يتراوح تقريبا 400-370 هيك أسعار البيوت هنا، بس مو واو، يكون نفس الحجم يعني نفس المساحة بين هذا البيت وبيت هناك، بس هناك البيوت عندهم هواي أرخص من هنا يعني. وطبعا أكيد هنا إحنا بالدولار الكندي ويمهم بالدولار الأمريكي، بس الطراز عندهم هناك أحلى من الطراز الموجود هنا، تمام؟ نجي على المورجج، المورجج هو الدفعات الشهرية ندفعها على مود إذا اشترينا بيت، فتقريبا هي 1655 إذا دفعتوا بالبداية 20% من سعر البيت، 1655، تمام؟ هاي وين بأمريكا؟ هنا المورجج تقريبا يكون 1200 مرات 1000، يعني هم إذا دفعنا 20%، فكل ما تدفعون أكثر كل ما يقل عليكم المورجج اللي تدفعوه كل شهر يكون عليكم أقل. الأجارات، الأجارات هي من 1200 لل2000، هاي للبيوت حسب البيت وحسب إذا كان كبير، حسب إذا كان قريب من السنتر، يعني هذا يعني تقريبا من 1200 لل2000، والشقق من 700 إلى 1500. طبعا هاي للاثنين، يعني أمريكا وكندا أرخص مكانين بيهن نفس الشيء، بس هناك بالدولار الأمريكي ويمنا بالدولار الكندي. نجي على الطقس، الطقس تقريبا توصل صفر بالشتاء يمهم بأمريكا اللي هي تكساس. طبعا أنا ما راح أحكي عن ميشيغان، يعني ميشيغان تكون كلش قريبة عن كندا، فإحنا نحكي عن تكساس. تكساس تقريبا تكون درجة الحرارة عندهم صفر، وبالصيف توصل 50. هنا احنا عندنا توصل درجة الحرارة -50، توصل -45، توصل -40، طبعا احنا نعرف هنا بالشتاء انه كلش باردة كندا، وبالصيف توصل يعني اكثر شيء 28، هاي بالصيف، يعني احنا الصيف عندنا هنا ربيع، كلش حلو الجو عندنا بالصيف بالمقاطعة اللي انا ساكنة بيها. انشورنز السيارة او تأمين السيارة،
تقريبا بتكساس هناك يدفعون $70 بالولايات الباردة. الولايات الباردة تقريبا تصير $100. هنا احنا عندنا تقريبا يتراوح من 90 الى 125 او 145 حسب السيارة. اذا مثلا السيارة كانت كبيرة، اذا كانت حديثة يعلى. طبعا انا دا احكي عن وان واي، اذا كانت فول كفرج لا تختلف، يعني تكون مثلا السيارة مثلا اللي مثلا ما يعرف شنو يعني وان واي. الوان واي يعني بس اذا انتو كنتوا المخطئين، يعني مثلا اذا انتو دعمتوا احد لازم الانشورنس يدفع فلوس للمقابل لانه انتو دعمتوا احد، اما ما يصلح لكم سيارتكم. اما اذا سويتوا فول كفرج، اذا اندعمتوا انتو بالحالتين راح تاخذون فلوس، راح تصلح سيارتكم، فيكون الانشورنس مالتك اعلى. هاي للناس اللي جاية جديد، بس أنا دائما أسوي وان واي حتى ما يكون الإنشورنس مالتي عالي، وأسوق على كيفي يعني، ورب العالمين هو الحافظ. السياقة هي تروحون مكان بأمريكا، طبعا هذا تحكي حاليا عن أمريكا، تروحون بمكان 8 ساعات ياخذوكم بهذا المكان، تدفعون $200، وراها تروحون بنفس اليوم تروحون تمتحنون عملي بالشارع وتاخذون الرخصة وانتهى الموضوع. يعني ما يحتاج مثلنا هنا بكندا، لا هنا بكندا أول شيء تطلعون الإجازة السابعة، ورا سنة يلا تطلعون الإجازة الخامسة. أكو مثلا بغير مقاطعات يسموها أي، ويعني أنا ما أعرفهم يعني بالأحرف يمشون، بس هنا إحنا نمشي بالأرقام، نقول السابعة نقول الخامسة. فهاي المشكلة هنا بكندا، شوية تنتظرون هواية يلا تطلعون الإجازة، يمهم الموضوع كلش سهل، نفس اليوم تمتحنون وطلعون إجازتكم وعاد تسوقون بالسيارة وما عندكم أي مشكلة. هنا لا شوية أصعب، هناك تدفعون $200، هنا أول شيء تدفعون $17، ومن تروحون تمتحنون بعد سنة تدفعون $150. طبعا هنا كندي وهناك أمريكي، بعد ما أقول لكم إياه لأنه خلاص عرفنا أنه هنا كل شيء بالدولار الكندي وهناك كله بالدولار الأمريكي. وطبعا مو كل الولايات بأمريكا هيجي، يعني اكو ولايات كلش سهلة عندهم الإجازة مع السياقة، بس مثلا فرجينيا كلش صعبة، أنا سمعت بيها إجازة السياقة عندهم، يعني مو مثل تكساس. فهي أكو ولايات هيك عندهم ولايات لا، بس أما بكندا الكل مطبق نفس القانون، أول شيء لازم تطلعون الإجازة السابعة ورا سنة تطلعون الإجازة الخامسة، الكل ماشي على قانون واحد. بأمريكا لا، أكو ولايات بيها صعبة وأكو ولايات بيها سهلة. ونجي على آخر شيء اللي هم المواطنين. طبعا مثل ما نعرف إحنا المواطنين بكندا كلش فرندلي، كلش محبوبين، كلش متعاونين، لأنهم متعددين الجنسيات. يعني حتى لما تدخلون الدوائر، لما تقعدون مثلا بالبوليس، مثلا تحجون ويا مثلا أي شرطي، تحسوه عبالك صديقكم، يعني ما يحاول يحسسكم أنه هو شرطي ولا لا لا تاخذون تطون وياه ويضحك وياكم. الأغلب طبعا هم هيجي، يعني كلش حلوة هالشغلة لعدهم. العنصرية نقدر نقول موجودة بكندا يمكن 3%، يعني كلش قليل تلقون العنصرية هنا. أكو بس مقاطعة واحدة شوية بها عنصرية أنا سامعة بها، اللي هي كيبك سيتي، هي شوية بها عنصرية هناك المقاطعة الفرنسية، بس باقي المقاطعات يعني كلش هواية أحسن من هناك. أما بأمريكا الولايات الشمالية بها عنصرية أكثر من الولايات الجنوبية. الولايات الشمالية مثل نيويورك، فرجينيا، دولة شوية عندهم عنصرية لأنه بيهم بيض وبيهم البشرة، يعني تعرفون هاي الاختلاف بالبشرة، فهناك شوية يعني هاي مشكلة عندهم، شوية عنصرية عندهم من البيض. بس الولايات الجنوبية أكثر شيء يسكنوها المكسيك، لأنه قريبة على المكسيك، فأكثر شيء يسكنوها المكسيك، فتحسوها أنه قريبين، يعني هيك شوية تحسهم انه شويه ما عندهم عنصريه. اما بالنسبه للعرب فهم اكثر شيء موجودين بالولايات الجنوبيه واكثر شيء بكاليفورنيا، يعني هذا اكثر ولايه موجود بها العرب. اما هنا احنا عندنا العرب موجودين بكل مكان تلقوهم، يعني بس احنا كعراقيين دائما نروح تورنتو او فانكوفر، دائما مسيساغا تقدرون تلقونا هناك، وبامريكا دائما تلقون بميشيغان وكاليفورنيا، كلش هوايه موجودين هناك العراقيين. اوكي حبايبي، هاي هنا احنا جمعنا كل المعلومات، ان شاء الله يا رب تكونوا استفادتوا من الفيديو. اذا عندكم اي سؤال تقدرون تكتبوا لي اياه جوا بالتعليقات، او تروحون على رابط الانستغرام مالتي راح احط لكم اياه هنا، هو هذا الانستغرام مالتي زمن عماد. اي شيء عندكم اي سؤال عندكم تابعوني هناك.
طبعا المعلومات اللي انا جمعتها عن امريكا وعن كندا، انا معلومات هاي اللي عرفتها. اذا عندكم اي معلومه جديده، اي معلومه انا ما ذكرتها بالفيديو، يا ريت تكتبوها جوا بالتعليقات حتى الكل يستفاد من عندها. انا استفاد من عندها ومتابعينها من يستفادون من عندها. يا ريت تشتركون بقناتي وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من قناتي، وتحطوا لي لايك، لانه انا بصراحه ما اقول لكم حطوا لايك، بس هي هاي شروط اليوتيوب انه اذا انتم عجبكم الفيديو تحطون لايك. فاذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك حتى الناس اكثر تشوف الفيديو والفائدة تعم للكل. اشكركم حبايبي واشكر كل دعائكم الي، ويا رب تكونوا ان شاء الله بخير وبصحة وسلامة، ونلتقي ان شاء الله بفيديو جديد ومواضيع جديدة. وكتبوا لي جوا شو تحبون اصور لكم، همينة اروح اصور لكم يا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.